الرحم والصلة والصلة سبحانه وتعالى. الرحم اسمها مشتق من الرحمن، من وصل الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث القدسي من تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يمكن فيها أبيات عن جميل عن الصلة، استهلال مثل ما يبدون الشعراء يعني وصف الأبيات كيف تجي على الخواطر، وكيف يقول ترايعا طرب صوت المودة لدا على قلبي وقلبي الهن لد. أعطونا صدى شباب. ترايع عن طرب صوت المودة لدا على قلبي وقلبي الهن لد، وضح مرتعهن بفكري مردة، والكل منهم بتر ومعربة جد. وضح مراتعهن بفكري مردة، والكل منهن بتر ومسيسة جد. راسم لهن عنوان ما عنها صدها، عددتهن لجله وعديتهن عد. أيامنا وإحداثها المستجدة لابد ما نلقي لها البال، لابد بألامها وإحكامها المستبدة. يا من نويت تحط لأحداثها حد، باب تجي من يمها الريح سده، ترتاح يوم تحط من يمته السد. وإن جاتك الزلة من اللي توده، وإن جاتك الزلة من اللي توده، فكر بحفظ الود واعرض عنه الرد، ومن اعتذر من زل عن زلته لا ترده. بحر العلاقة دائم الجزر والمد، حبل المواصل بين الأقراب مده. أرخه اللي يشدوه واللي يرتخى شد، وانسى الخطأ حتى تدوم المودة. من يذكر الهفوات ما يحفظ الود. سلامتكم. وانت سالم ما شاء الله عليك أبو خالد، ما شاء الله. أي والله الله يقويك أبو خالد. إذا شد وارخ وإذا أرخ. شعرة معاوية كان بيني وبين الناس شعرة أو شعرة ما انقطعت، إن أرخوها شد، إن شدوها رخيتها.